زار الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي البطريرك لويس روفائيل ساكو رئيس الطائفة الكلدانية في العراق، وتم التباحث بمجمل الأوضاع السياسية وخاصة الوضع في كركوك، على اعتبار أن المكون المسيحي يشكل حضورا مهما في الطيف العراقي بشكل عام وفي كركوك بشكل خاص. تشرفنا في هذه الزيارة والتقينا بالبطريرك الكلدان في العراق، وهو شخصية من شخصيات العراق المهمة الرئيسية العاقلة، وتمتلك وجهة نظر حقيقية لمصلحة العراق والشعب العراقي، ووجهة نظره طبعا تخدم كافة مكونات والأديان العراقية. طروحاته مهمة جدا بالنسبة لنا، طروحاته ونصائحه في موضوعنا ومشروعنا اللي نشتغل عليه في استقرار كركوك كان مهم، ونبهنا على النقاط الرئيسية اللي بدنا نعمل بيها. ضاف لنا طبعا لعملنا اللي بدنا نشتغل بيه إضافة كبيرة جدا. أيضا أهلنا المسيحيين في كركوك هم من مكونات كركوك الرئيسية، ليست فقط بالتسمية، لا يعني شيء الحجم لهذا المكون، ولكن الفعل الحقيقي لاستقرار كركوك هم راح يكونون عامل رئيسي وفعال، مثل اخواننا الاكراد واخواننا التركمان والعرب في كركوك. الخطوة الثانية سوف يكونون مثل اخواننا الاكراد والعرب والتركمان في الحوار، سوف تكون لجنة وراح يحددون شخصيات وطنية من كركوك من أهلنا المسيحيين يكونون جزء من اللجنة الرئيسية اللي راح تتحاور على استقلال كركوك. صراحة معجبين بطروحاتهم وفكرهم، ومن أجل العراق أنه يضع على السكة يعني بناء دولة مدنية حديثة قوية تكون على مسافة واحدة من كل العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية والجندر، يعني كله يعني. فأعتقد هذا هو اليوم المستقبل. أكيد كركوك يعني طرحوا أفكار كتير جميلة حول كركوك حتى تكون كركوك نموذج مصغر لكل العراق، ونحن ندعم كل هالطروحات بالرغم أنه نحن مكون بسيط يعني، لكن نحن مكون عراقي ونحب العراق ونعمل ايد بايد من كل اللي مع كل اللي يحبون العراق يعني. ولازم ينبدي كل شيء، يبدي فكر يعني ما نسميها الكلمة، وبعدين يجي العمل، لانه يعني العمل من دون فكر ما راح يكون شيء يعني. فهم اخذوا يعني خطوات هيك عملية وبدوا يمدون الجسور بين كافة المكونات. أكيد قبل ما يجوا عندنا زاروا آخرين وراحوا الكركوك وراحوا لإقليم كردستان والأربيل يعني. فهو هذا صحيح، أنه يمد الجسور، يسمعون إلى الكل، الكل يرافقهم يعني، بس المرافقة ما مرافقة نفعية، وإنما يتقاسمون هذا الهم، هم العراق وهم الوطن وهم الناس يعني، من أجل إيجاد حلول عملية وجذرية. وتناول الاجتماع جميع الملفات العالقة وإشكاليات إدارة السلطة في المحافظة وطبيعة الحوارات التي سبقت هذا اللقاء مع الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وكذلك مع الجبهة التركمانية، واستجابة هذه القوى لحوار جاد وشامل يتناول كافة الملفات بعيدا عن الوصاية الإقليمية والدولية، وأن يتم الحوار تحت المظلة الوطنية. طبعا هذا اللقاء يأتي في سلسلة اللقاءات اللي عقدها الأستاذ سعد عاصم الجنابي والدكتور جاسم الحلفي مع شخصيات كثيرة وكيانات سياسية لها علاقة بموضوع كركوك بالدرجة الأساس وبالحالة الوطنية بشكل عام. ولقاء اليوم هو مكمل لهذه اللقاءات لما يحتل الإخوان المسيحيين من حيز كبير جدا في نفوس كل العراقيين حقيقة، تاريخ مشترك بتضحيات مشتركة بتعايش أيضا عبر التاريخ، يعني ليس حديث وليس جديد وليس طارئ. وإذا أريد نوصف النسيج الاجتماعي العراقي بباقة الورد، فالإخوان المسيحيين هم عطر هذه الباقة. اليوم لقاء مهم مع شخصية عالمية ذات بعد عالمي، حيث يحتل مكان متميز في الفاتيكان، وصاحب رؤية وصاحب فكر، ليس فقط رؤية وفكر،
وإنما منغمس كذلك بالحياة اليومية ومطلع بشكل تفصيلي على المشاكل والمشاكل الأساسية بالمجتمع والقضايا التي يئن تحت وطأتها المجتمع العراقي، وينطلق بعلة للقضايا من فكرة دولة مدنية ودولة المواطنة وبناء مؤسسات، وأن يكون العراق للعراقيين، ويكون الأساس هو المواطنة واحترام التنوع. وأبدأ ملاحظات يعني دقيقة بمنتهى الدقة، ووضع جميع المشاكل الأساسية وكيف ممكن أن نحلها، والحل ينطلق من الفكر وينطلق من العمل المنظم وينطلق من الحوار استنادا من جديد إلى فكرة المواطنة. بالتأكيد أشاع عندنا الأمل وأعطانا العزم والاستمرار والدعم بأي مشروع هو يخص العراق، وحدة العراق وحفظ كرامة المواطن. وأكد البطريرك حرصه وحرص المسيحيين كافة على أن يعم الأمن والسلام في أرجاء العراق، وأن تنعم كركوك بالاستقرار والازدهار. واتفق الطرفان على العمل بكافة الوسائل المتاحة لتنشيط وتفعيل الجهود بهذا الاتجاه. من بغداد، جابر جمال، قناة رشيد الفضائية.